على بالكم يا جماعه الخير انه مؤتمر بلاي ستيشن انتهى خلاص كده، الدنيا هديت وانتهى الموضوع وخلاص، وسعود نزل مقطع وخلاص كده ما عاد في اي شيء عند سوني تتكلم عنه؟ لا طبعا، مره لا، تفاصيل كثير طلعت بس خلال ذي اليومين يعني بعد مقطع سعود. مو حتجننكم، اتوقع حتشوفوا قوة نقاش تحت في قسم التعليقات، بالإضافة لأخبار كمان زيادة ومفاجآت صارت زي موضوع لعبة ريزن ديف اللي ممكن خبرها يزعل شوية، وغيرها من الأخبار اللي كنتاكي صار عندهم جهاز. استمتعوا. قبل أن ندخل في تفاصيل فيديو اليوم، حاب أشارككم إعلان جدا جميل واسطوري. في البداية أكيد بعضكم قد سمع عن تطبيق أو متجر هواوي أو هواوي آب جاليري. المتجر هذا انا عارف يجي ببالك الحين انه اوكي ممكن، بس اكيد انه بيكون الهواوي. لا، هو صحيح يعتبر متجر رئيسي الهواوي، بس في نفس الوقت ترى يشتغل على اي جهاز بيدعم الاندرويد. ففكرته بكل بساطه متجر، لكن مو اي متجر، صاعد بقوه الفتره الاخيره، والهم من هذا كله انه بيقدم عروض، وهنا هو الشيء اللي انا متحمس اشارككم اياه. اصلا تحس الفكره غريبه، متجر يقدم عروض كما ما قد شفناها وما راح تحصله في تطبيق ثاني. طيب، العرض اللي مسوينه واللي صراحة متحمس اشارككم اياه انه حيرجعوا لك نسبة 50% من قيمة المصروفات او المشتريات اللي حتصرفها داخل التطبيق طول ما انه داخل فترة العرض. طبعا حيكون عندك 70 شحنة، يعني 70 مرة حتقدر تسوي الحركة هذه. الهم من هذا كله فكرة الاسترداد او انك تاخذ الفلوس هذه ثاني مرة مع اي تطبيق مع اي لعبة طول ما انه داخل زي ما قلت العرض. العرض حيكون ان شاء الله ساري من يوم 15 يونيو الحالي الى يوم 28 يونيو، فحاول تعجل، والروابط عندكم في الديسكريبشن عشان تكون الامور كذا واضحه لكم. هذا عرض توضيحي بيبين لك كيف فكره انك انت تصرف وتحمل داخل التطبيق. كل اللي عليك سواء اذا كنت تلعب لعبه من اول حملها ثاني مره بس من نفس تطبيق هواوي اب جاليري، وبعد كذا تربط حسابك القديم مع حسابك الجديد فيه وتبدا تشحن، وبكذا حتسترد المبالغ اللي توصل الى 50% من كل شحنه زي ما قلنا طول فتره العرض. مو بس كذا، كمان هم مسوين سحب حاليا على جوالات هواوي الجديده B40. وعشان تدخل على السحب هذا كل اللي عليك تكتب تعليق او كومنت داخل نفس التطبيق مو عندنا هنا في اليوتيوب، وافضل 3 تعليقات بتاخذ اكثر لايكات هي اللي حتكسب جوال B40. كل اللي عليك حاليا تشارك اصحابك الكومنت او التعليق الخاص فيك عشان يعززوا لك باللايكات والاعجاب، ما تدري يمكن انت واصحابك تكسبون الجوال. حتى لو ما حالفك الحظ، هواوي مو مقصرين، الفترة الجاية ما زالوا مستمرين بالعروض هذه. هذا العرض للفترة الحالية، كل شهر بيكون في عروض جديدة ومختلفة، فإذا انت جوالك هواوي او بيدعم نظام الاندرويد فلا يفوتك المتجر. خلونا نبدأ أول شيء بحدث غريب أو بقصة خلنا نقول غريبة توضح لنا ليش البلايستيشن 5 ما شفنا شكله ولا في أي تسريب قدر يطلع شكل الجهاز هذا. إريك ليمبل مدير قسم تسويق في بلاي ستيشن أعطانا كيف فعليا شاف جهاز بلاي ستيشن 5 واللي ما شافه فعليا إلا في يوم ما صار المؤتمر. دقوا عليه قالوا له عندنا اجتماع عشان نتكلم عن موضوع التصميم. الرجل راح على أساس بيشوف التصميم أو بيشوفوا كيف بيسووا موضوع التصميم. طبعا راح لدور باب ورا باب باب ورا باب إلى ما وصل لغرفة أشبه إلى خزنة على قولته، لكن طريقة التصميم اللي فيها والإضاءات اللي موجودة فيها جدا غريبة. وهنا كانت الصدمة أنه جهاز البلايستيشن 5 قدامهم بالملحقات اللي انعرضت قدامنا في المؤتمر. طبعا هذا الكلام صار في نفس اليوم اللي صار في المؤتمر قبلها بكم ساعة، مو بس لحاله، كان معاه كثير من الموظفين اللي كمان انصدموا من شكل الجهاز اللي ما كان احد فيهم يعرف كيف شكله. من اجتماع انه نبغى نفكر في التصميم الى حضور وشاف التصميم قدامهم. هذه كمان النقطة بتوضح لنا انه شكل الجهاز فعليا اللي احنا شفناه ما كان عبارة عن انيميشن او 3D او شيء بالكمبيوتر مسوينه، لا هذا شكل الجهاز حقيقي قدامنا تم استعراضه بالاغراض اللي موجودة معاه. حلوة الحركة صراحة من بلاي ستيشن انهم قدروا يحافظوا على هوية الجهاز بدون ما انه يتسرب. وهذه كمان بتنبهنا على نقطة مهمة انه فعليا واضح الجهاز ما تم لسه تصنيعه، ممكن الان حيبدوا يسووا خط انتاج يبدوا يصنعوا جهاز البلايستيشن 5، لانه لو تم تصنيعه او انه رسلوا الشكل هذا من اول كان تسرب من المصنع زي ما بنشوف في بعض اجهزه الجوال زي من اشاره تقريبا الايفون.
طبعا لا يجي على بالكم انه بس شكل اتكلم هو انه في خصائص كثير كان يتمنى انكم كمان تعرفوها كان حتنبهروا فيها اكثر واكثر. مات ماكلورين نائب رئيس التصميم في استديوهات السوني ملاحظ من الفتره الاخيره في لينكدين ما شاء الله ادمي متحمس بزياده في ذي اليومين، فبالتالي احد الاسئله اللي توجهت له عن موضوع التصميم انه جماعه الخير الجيل الجديد اقرب شيء تعتبر هي للحواسيب او خلينا نقول الكمبيوتر او البي سي بشكل عام، فشيء طبيعي انه بتكون حجمها صغير لكن قوتها كبيره، فمعناته احنا نتكلم عن معالجات 7 نانو متر بتقدم اداء مذهل لكن في نفس الوقت انه كميه الحراره اللي بتطلعها شيء مهول جدا، فبالتالي هم محتاجين يصرفون الحراره هذه خصوصا انه التقنيه ما زالت لسه جديده، فالحل الوحيد قدامهم انه حجم الجهاز يكون كبير فبالتالي يقدروا يزودوا فيه مراوح ويعطون مساحه اكثر انها تتصرف هذه الحراره بشكل افضل. فنعم زي ما شفنا في الفتره اللي راحت او زي ما تكلم حتى اخويا سعود في مقطعه الاخير، على الرغم انه المهندسين والناس في الانترنت بشكل عام قدروا يوصلوا انه الجهاز فعلا حجمه كبير، لانه الان رسميا نقدر نقول انه فعلا حجم الجهاز كبير. بالنسبه للناس اللي كانت شايله هم انه الجهاز واضح انه صراحه انه ينكسر بسرعه خصوصا لما يكون واقف، لا في مدونه بلاي ستيشن الرسميه وضحوا لنا انه الجهاز لا تقدر تسدحه، والقطعه السوداء اللي كانت في الاسفل وهو واقف تقدر تحطها في بطنه خلينا نقول او على بطنه او ينسدح المهم على بطنه، وتشوف الجهاز زي ما انتم شايفين الصور قدامكم الرسميه اللي شاركونا اياها، لانه فعلا في شباب كثير خاف انه هذا لو طاح ايش يسوي فيه، لا زي ما تعودنا في سلسله بلاي ستيشن دائما واقف مسدوح هذه كلها خيارات تكون عندك. بالنسبه لجيم راين مدير استديوهات سوني العالميه وضح انه ترى كل اللي شفتوه ذا يعتبر ولا شيء للاشياء القادمه، وكثير من الالعاب لسه اللي تحت التطوير حتشوفونها في الفتره الجايه. بعض الالعاب بتكلم عنها اللي شاركوها خصوصا الصغير او من المطورين المستقلين او من الاستديوهات الصغيره بشكل عام حبوا يشاركوا لنا قدرت تستفيد من ميزات معينه في جهاز البلاي ستيشن 5 بشكل جدا اسطوري فحبوا يشاركوها. كل اللي يقدر ياكدوا في اشياء خلينا نقول لكل حادث حديث. احد مصممين برضو جهاز البلاي ستيشن 5 باسم مات ماكلارين، مو سياره بس المهم اسمه مات، برضو كمان في موقع لينكدين اتوجه له شكر على الفريق الخاص فيه، وطبعا كان جوابه هنا انه بيشكر طبعا هذا الشخص وبيشكر الفريق اللي هم معاه، لكن يقدر ياكد انه فعليا واجهه البلاي ستيشن 5 جدا مختلفة عن واجهة البلاي ستيشن 4، ففكرة انك انت تعودت على الفور وحتشوفه كمان على الفايف شيء شيله واستبعده من بالك، بالعكس حتشوف شيء جدا جديد ومختلف بدون ما يعطينا طبعا تفاصيل اكثر، واللي نتوقع انه حيشاركوها سوني في الفترة الجاية. لازلنا مع مات هذه المرة لسؤال اتوجه له، هل حنشوف الجهاز باللون الاسود مثلا؟ فهنا اكد له معلومة جدا مهمة وصراحة مثيرة انه جهاز البلاي ستيشن 5 حتقدر تغير شكله على غير العادة اللي تعودنا عليها في سلسلة البلاي ستيشن قبل كده لكن بشكل رسمي، يعني اللي واضح انا ما اعرف توقع مني انه شكله القطعة السوداء ما راح تتغير لكن القطعة البيضة اللي فوق هي اللي حتقدر تغيرها وتفكها وتحط لها مثلا ألوان مختلفة أو ممكن حتى ثيمات لألعاب معينة، بس حيكون بشكل رسمي من بلايستيشن، وبالتالي سوني عرفوا يفكوا لهم خط إنتاج أو استثمار في شيء جديد في جهاز البلايستيشن على غير العادة، فبالتالي الجهاز هذا حتقدر تخصصه بالطريقة اللي تناسبه تحطه في الغرفة وانت مبسوط انه حتى شكله والتصميم اللي فيه مناسب لك. واكيد اغلبكم بيتساءل دحين على اللعبه السايلنت هل هي كذبه وخلاص عدت او انه اشاعه وراحت؟ طيب أستيتيك جيمر اللي سرب لنا لعبه ريزيدنت ايفل بجزء الثامن واعطانا تفاصيل عن القصه انه فيها سحر مستذئبين و الى اخره، وتقريبا كل الكلام طلع صح 100%، رجع اكد في تغريده انه لا لعبة سايلنت هيل موجودة وبيشتغلوا عليها كونامي بس مع استوديو ياباني، بس هذه المرة ما ربطها بسوني. كلنا نعرفه انه ممكن سوني حتشارك تفاصيل لعبة سايلنت هيل مستقبلا ان كان فعلا حيستعرضوها هم، وممكن اللي ما خلاهم يستعرضوها الان انه ما يبغوا يشاركون كل شيء في وقت واحد خصوصا ريزيدنت ايفل شاركوها، لكن دام انه أستيتيك جيمر رجع اكد على المعلومة ذي ففي الغالب فعلا اللعبة تحت التطوير. تفاصيل جديدة على خدمة الاكس بوكس الرهيبة سمارت دليفري او الانتقال الذكي. طبعا الخدمة هذه فكرتها انه العاب الجيل الحالي في الاكس بوكس تقدر تلعبها على جهاز الاكس بوكس سيريس اكس القادم بدون ما انك انت تشتري اللعبة، وهو حيحسن اللعبة بشكل عام. طبعا ممكن كثير مننا كان يمكن يتساءل او حتى مستغرب طب لو كان عندي سي دي ايش اللي حيصير؟ هنا جاء التأكيد لو كان عندك سي دي الجهاز حيقرأ وحيعرف انه هذه اللعبة تقدر ترقيها او تحسنها، فيبدأ هو بطريقته الخاصة يحدث ويظبط اللعبة فبالتالي تتحسن وما يحتاج انك انت تشتري سي دي مثلا
جديد سواء كان ديجيتال سواء كان فيزيائي، في النهاية الجهاز على قولتهم حيزبطك من إله. وللتذكير يا جماعة الخير، هذه الخدمة مقدمة من مايكروسوفت، بس اللي يوافق انه يحطها او لا بتكون في يد الاستوديو او الشركة المطورة للعب. والان خلونا ندخل مع اخبار سريعة. لعبة كوانتم ايرور اللي جاية من استديوهات تيمكل ميديا، وتعتبر احد العناوين اللي تم الاعلان عنها لجهاز البلايستيشن 5. وفي تفاصيل جديدة تشاركت معانا في حدث جيمز رادار باسم فيوتشر جيمز شو. طلعت قصة اللعبة تدور حول رجل اطفاء باسم جيكوب توماس اللي يحقق في حريق غريب صار في منشأة ابحاث باسم موناد كوانتوم. اتجه على المكان ده على اساس يطفي الحريق، لكن اتفاجأ بانه في مخلوقات غريبة قاعدة تهاجمه. طريقة او اسلوب اللعب زي ما احنا شايفين انه انت بتستخدم ادوات المطافي بما فيها الفاس اللي معك. فايش جاب المخلوقات هذه وانت رجل مطافي؟ فهنا القصة تبدأ، وننتظر اللعبة عشان نعرف التفاصيل اكثر واكثر. اللعبة ما زالت تحت التطوير لجهاز البلايستيشن 4 بالاضافة لجهاز البلايستيشن 5، وما لها موعد محدد للاطلاق. وفي حدث بي سي جيمينج شو اللي راح تم استعراض الكثير من الالعاب، ومن اهم الالعاب اللي تم استعراضها لعبة Outlast Trials. طبعا السلسلة هذه او الجزء هذا يعتبر مكمل للجزئين اللي قبل كده، فتصير عندنا ثلاثية للعبة الرعب المشهورة. طبعا لعبة Outlast احداثها بتكون في نفس العالم بس في زمن الحرب الباردة. اللعبة حتقدم طبعا افكار جديدة وتستثمرها لاول مرة في العاب الرعب، وزي ما احنا شايفين انه كان في شخص انسان اتحول فجأة لمخلوق مخيف وقضى على شخصين كانوا مع بعض. اللعبة تدعم طور التعاون اللي هو الكوأب، اثنين يتساعدون مع بعض، فبالتالي انت وصاحبك تعيشوا في اجواء الرعب. اللعبة حيتم اصدار ان شاء الله على اجهزة البي سي في سنة 2021 مبدئيا، لكن ما نعرف اذا كانت حتنزل على اجهزة الجيل الحالي او القادم. اتوقع اكيد حيشاركون التفاصيل هذه مستقبلا. وفي مفاجأة من EA بعد سلسلة من التسريبات، استوديو موتيف بالتعاون مع شركة EA اعلنوا عن لعبة ستار وورز سكوادنس. اللعبة حيتم اصدارها في اليوم الثاني من اكتوبر الجاي على كل من اجهزة البلايستيشن 4 والاكس بوكس 1 والحاسب الشخصي، طبعا عبر متجر ستيم واوريجين. بالاضافه انه اللعبه حتدعم خاصيه اللعب المشترك بين المنصات الثلاثه، وحتدعم كمان الواقع الافتراضي لكن بس في نسخه الحاسب الشخصي او البي سي والبلايستيشن 4. حتركز اللعبه بشكل عام على القتالات اللي بتصير بالطائرات الفضائيه والسفن الفضائيه، واللي واضحه من منظور الشخص الاول من داخل السفينة. احداث اللعبة حتكون في فترة ريتين اوف ذا جيداي، وحتحتوي كمان على سفن فضائية تم تصميمها من نفس الافلام اللي شفناها في العرض. القصة بكل بساطة عن مجموعتين صغيرتين، واحد من النيو ريبابليك والثاني عندنا من الامباير، والاحداث هذه بتصير او القتال هذا بيصير بعد تدمير الديث ستار الثاني. اتوقع اللي عشاق لعبة ستار وورز ممكن يعطونا القصة بشكل افضل واحسن تحت في قسم التعليقات. لا ننسى انه EA حيكون في لها حدث خاص في يوم 19 يونيو الجاي الساعة 2 الصباح بتوقيت المملكة العربية السعودية. توين ميرو واللي جايتنا من نفس الاستوديو اللي طور لنا لعبة Life is Strange. اللعبة تحسها نوعا ما مستوحية افكار عندنا من لعبة Alan Wake او حتى لعبة Sherlock Holmes Crime and Punishment. تعتبر لعبة مغامرات نفسية من منظور الشخص الثالث. بتتكلم عن صحفي باسم سام بيحاول يحقق في قضية لموطنه باسود من غرب فيرجينيا. واضح انه سام يمتلك قدرة بيفكر فيها بطريقة يقدر يحلل الموضوع، زي ما شوف في مسلسل شيرلوك هومز كيف لما يقعد يفكر ويربط الامور مع بعض اساس انها تسهل عليه حل القضية ويوصل للناتج النهائي. الى الان ما نعرف متى حتنزل اللعبة هذه، لكن كل اللي متأكدين منه حتنزل على اجهزة بلايستيشن 4 والاكس بوكس 1 والحاسب الشخصي عبر متجر العاب ايبك كحصريه لمده سنه. لا ننسى قراراتك، المسارات اللي في اللعبه ما فيها شيء اسمه صح او خطا، فكل لاعب حيكون له مسار خاص فيه. وفي خبر صادم، دبليو بي جيمز اللي انتجوا لنا العاب اسطوريه زي باتمان او حتى مورتال كومبات، وعندهم استديوهات مشهوره وقويه زي روك ستدي نيثر ريلم وغيرها معروضه تخيلوا للبيع. واكثر الشركات اللي حاطين عيونهم عليهم اللي هي عندنا اكتيفيجن اي اي وتيك تو. السؤال اللي طرح نفسه، هل الشركه اللي حتشتري دبليو بي جيمز حياخذوا معاها العناوين المشهوره عندهم زي عندنا لعبه باتمان مثلا؟ لانه ما زالت باتمان مملوكه للشركه الام اللي حاليا مستعرضتها للبيع اللي هي اي تي اند تي. اتوقع هذا هو سبب تاخير لعبه باتمان.
فمسألة وقت يبان كل شيء. ما أدري الأمانة إذا أنكم أنتوا لاحظتوا أن لعبة Resident Evil بالجزء الثامن ما راح تنزل لأجهزة الجيل الحالي. هذا الخبر اللي أنا شايف أنه ممكن يزعل البعض، خصوصا أنه رقم ما يستهان في مبيعات أجهزة الجيل الحالي، وخصوصا كمان عشاق لعبة Resident Evil. على كلام استاتيك جيمر اللي سرب لنا اللعبة قبل كذا وتكلم برضو على لعبة Silent Hill، تكلم كمان في تفاصيل أنه أحد الأسباب اللي خلتهم ما ينزلوا اللعبة على أجهزة الجيل الحالي انه حتتركز اللعبة انك انت تقدر تمشي في المكان وتروح وتيجي، خاصة في موضوع القرية. ففكرة انك انت تمشي في القرية، يعني خلينا نقول كأنه شبه عالم مفتوح ممكن تقريبا، طبعا هذه التفاصيل طلعت من عنده، سببت مشكلة انه أجهزة الجيل الحالي ما هي قادرة تواكب التوجه اللي هم ماخذين، خصوصا مع قوة رسومات اللعبة. فصار في شاشات تحميل كثير، فقرروا انه يلغون نسخة الجيل الحالي وركزوا على أجهزة الجيل القادم، لأن قاعدة توفر لهم نفس النهج اللي هم حابين يشوفونه في لعبتهم ويقدموه للجمهور بشكل عام. ونوعا ما يمكن ذا الكلام مقنع، لأنه صراحة التريلر حق Resident Evil في بدايته ما كان بذيك الجودة، وبعد كده بدأت تتغير اللعبة بشكل أفضل وأحسن. فأسف إذا الخبر هذا زعل ناس. طبعا اللعبة حتنزل في سنة 2021 تقريبا، كل التفاصيل شاركناها في الأيام اللي راحت، ما في تفاصيل أكثر من كذا، فوقت ما شاركونا حنشارككم بإذن واحدين أحد. وننتقل من لعبة Resident Evil بجزء الثامن إلى اللعبة المحبوبة مافيا بجزء الأول والريماس. طبعا اللي صار أنه في حدث بي سي جيمز شو، واللي أنا صراحة كنت متحمس عشان أشوف جزئية مافيا إيش الأشياء الجديدة اللي حطوها، اللي فهمنا أنه كثير من المهام وكثير من الأمور حتى المفصلية عدلوا فيها، ظبطوا فيها من ناحية الجرافيك، لكن حافظوا على نفس الحماس والجودة اللي موجودة في هذه الجزئيات. لكن طبعا طريقة اللعب والأسلوب غيروه واشتغلوا عليه على أساس أنه يتحسن. المدينة Lost Haven طبعا حسنوها وطوروها من الصفر تقريبا، ركزوا على نقطة أنه الأوادم أو الناس أو الزحمة تكون واضحة بشكل أفضل وأكثر، على أساس أنه اللعبة تتقدم بشكل جدا جميل وحماسي. فيعطي العافية هيدن بلاك مان اللي هو ماسك استوديو هانجر 13 على التفاصيل هذه، وننتظر تفاصيل أكثر في الأيام الجاية، خصوصا أنه ما شفنا طريقة اللعب أو الجيم بلاي، مجرد بس المقاطع السينمائية تقريبا، بعض اللمحات لعالم مدينة لوست هافن. اللعبة حيتم إصدارها في يوم 28 أوغست الجاي أو شهر 8 خلينا نقول، على جميع الأجهزة المنزلية بما فيها الحاسب الشخصي. واللي يسأل عن مافيا ترى في اليومين حينزل لكم التختيم بإذن واحدين أحد. وأكيد كلكم لاحظتوا من قوة مؤتمر بلايستيشن 5 وتأثيره على العالم بشكل عام والترند، طلعت الكثير من الميمز والأشياء اللي ركبوها، ومن ضمنها كنتاكي طلعوا لنا بحساب باسم KFC Games وشاركونا جهاز كنتاكي العظيم اللي صراحة يجيب الجوع أكثر من أنه يخلي الواحد يتحمس يلعب. تخيلوا لو كان هذا الجهاز فعليا حقيقي، وعلى قولة شعارهم باور يور هانجر، تلعب ويطلع لك دجاج مقلي ولا بطاطس ولا عاد اي شيء. شاركوني تحت ايش اكثر ميمز ضحككم فعليا في الفترة اللي اعلنوا فيها عن جهاز البلايستيشن 5. وبكذا يا جماعة الخير وصلنا لنهاية مقطعنا اليوم، اتمنى اني كفيت ووفيت. نشوفكم ان شاء الله في مقاطع قريبة. كان معكم محمود من قناة فيديو جيم فور عرب. مع السلامة، وزبطونا لايك واشتراك. سلام.